السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات، ما غاديش نحرق لكم المراحل، ولكن اليوم نهار زوين بزاف. علاش؟ حيت غنشارك معكم واحد الحاجة اللي شحال وانا كنتمناها، شحال وانا كنتسناها، وعاد كتابت، وداك الشي كيف ما بغيتو كتاب. هنا كان نهار ديال الحد، راكم عارفين كنخلي هكا الوليدات عند جداتهم وداكشي، وكنحاول نخرج انا والمسيو، كنكسب طاقه جديده، كنقدر نقاوم هذا الاسبوع اللي غيجي عليا بلانش بوكس والفياق بكري وداكشي، وكنحس براسي انه الاسبوع يقدر يدوز عندي زوين مني كنخرج ونبدل الجو. خصوصا انني صراحه هنا غادي نشارك معكم شي حاجه اللي زوينه بزاف، لبست البنات هاد الشورفات تري كونفورتابل. لاول مره البنات ما غنجهزش معكم، حيت ديما كندير معكم هاد المكياج نيود، غتكونوا حفظتوني به. دابا غندير معكم غير لابودغ وفراجو. عرفتوا هاد الشورفات البنات واعره كونفورتابل، وشي حاجه اللي ما دايراش راه خليت لكم في انستغرام منين خديتها. الناس اختي حباناتي اللي متبعيني ومتبعين يومياتي. دابا نديرو الفراجو. هذا البنات علاش كيعجبني؟ كيبان طبيعي، ما كيبانش فراجو هكا، لا كيبان. شوف شتو ديجا درت البرونز هنايا. واعر صراحه هاد الفراجو كيجي طبيعي. ديات ما تنساوش لا كريمات، راكم عارفيني مع الترطيب سورتو دابا اختي البرد، رطبي لي اليديات مزيان. عقلتو فاش شاركت معاكم مشيت عند مسيو الخدمه وشريت لي هاد الوريضه. شوفوا شوفوا شحال كتبقى زوينه معك دايره فيها البارفان ديالي. ترا كامل غادي اختي شاد الوريضه وكيشم فيها. دي جيست صغارين ولكن راه كبار في نفس الوقت. ايوا هنايا جينا اختي للرباط، هاد الكلوب روبيشون قال لي المتتبعات عبر الانستغرام انه زوين، ولكن ترا يا اختي اللي ترا. مساء الحبان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، قليل فاش كنبدا معكم بحال هكا، ديما كنبدا معكم في الدار، ولكن ديما كندير هذا الميكاب قلت نبدا معكم نهار بنهارو. اليوم ان شاء الله بحول الله غنشارك معكم واحد الحاجه الزوينه اللي شحال وانا كنتمناها، والحمد لله يسر الله فيها، الله يدخلها بالرزق وبالربح. ما نطولش عليكم، حاولوا ديما كنقولها لكم الويكاند وليداتكم تخليهم عند جداتهم هكا، وخرجي انت والمسيو تيتا تيت كوكو مهدي. خرجوا بدلوا الجو، حسنوا النفسيه، كسبوا الطاقه باش تبداو سيمانه مع وليداتكم المصلحه ديالهم وديالك. المهم دابا جينا للرباط، جينا البنات لهذا الغوبيشون هذا، واحد الكلوب كنا بغينا نديرو بغانش حيت تعطلنا باش نفطرو، قال لك خاصك تريزيرفي افون. دابا غنمشيو نشوفو هذيك، قالت لي صاحبتي شوفوا لا طابل دي ميغال. المهم حنا غادي نمشيو ليها، نشارك معكم لوكوا الا بغيتو. المهم تدوزوا معنا هكا نهير باش نشارك معكم ان شاء الله لا سوربريز وكل شيء. ها انتوا معنا هنا يا اختي. وصلنا للغيستورون لا طابل دو لاميرال، اش غنقول لكم؟ خطيره، اهل اثمنه زايده وبزاف، ولكن كتستاهل. سيرفيس واعر، كيبقاو لي سيرفور فوق راسك. الفيوز ديالها زعما خطيره البنات، عرفتي قدام كتشوفي البحر، كتشوفي الناس كيديروا السيرف، داكشي خطير. والماكله، الماكله البنه والنقه انا بعدا عجبتني بزاف. الناس اللي كيبغيو الحوت واللي بغاو ياخذوا حوت زوين كنصحكم بهذا الغيستوران، ما عمركم غتندموا. غادي تشوفوا معايا لي بلا، غادي تشوفوا معايا الفيوز كيفاش دايره، غادي تشوفوا معايا كل شيء. هذه هي كانت الدخله، صراحه ما ندمتش حيت جيت ليها، واعره انا حبيتها صراحه. ايوا هذا هو جا تصرح، طاح فينا منظر الزوين، جينا في شوكه كنشوفو في البحر على اليسار ديالنا وعلى اليمين. غادي نشارك معكم فجاه وغنعطيكم الديتاي ديالها وكل شيء ان شاء الله. غير نسالي وقتي الغدا، بغيت كنعيشكم شويه معايا ونخرجكم وداكشي. هذه هي كانت المنيو دايره بحال هكا، فيها اي حاجه كتخص بالحوت. المهم
المنيو كانت زوينه، فيها الديسير، فيها لي فريتور، فيها كروفيت بيل بيل، كالامار، ميم بيتزا، لي بات. المهم هانتوما حاولوا تزومي وغادي تشوفوا كل شيء. حنا خدينا واحد لونطري شوت فيها ثلاثه ديال لي بلا صغار، فيها كروفيت بيل بيل، فيها الكالامار ماريني، وفيها لي مول. واعرين واعرين، تتخيلوا البنات الحسنة هالتباصل. كان فينا الموت ديال الجوع. انا خديت جو دو مانغ، ومهدي خدا باناشي، كناكلو داكشي رائع. وكتحسي براسك خارجه، ماشي غير كتشوفي في البحر، وتكسبي طاقه زوينه. ايوا صافي. هنا من بعد انا خديت بايلا البنات، والمسيو خدا فريتور. انا صراحه ما نكذبش عليكم، ما نقدرش ناكل. انا الحوت كيعجبني فيه كروفيت وكالامار صراحه. والبايلا كانت بوغ دو بيرسون. جات معاك الطونوبيلة؟ الصحة والراحة. الله يعطيك الصحة، شكرا. دخل علينا إن شاء الله بالصحة والسلامة إن شاء الله يا ربي، وبالهنا وبراحة البال إن شاء الله. تبارك الله. جات معاك؟ تحشمتي. إيوا، شي حاجة اللي بغيتيها وكنتي كتحلمي بها من الصغر. الحمد لله. دونك عندي مع الحبان. اسمح لي. السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عقبال اي وحده كتمنى شي حاجه الله يحققها لها يا ربي. شوفوا، ملي كنت كنقرا في البكالوريا وانا كنت كنقول لهم غناخذ الفا روميو. وي، تقدر نتوما تجيكم زعما عادي، مي بوغ موا راه شي حاجه واو. وصراحه انا وما احسن يمكن انا كان بغيت هادي، سورتو انا لحد الان باقا ما تلقاش ديال البنات مزيان. راه شحال ما سكت، ادعوا معايا غير بالخير يا ربي، والله يسهل عليكم اجمعين. وهنا كانت هذه هي المفاجأة. كنتمنى لكل وحدة كتبغي ايمو بيوتي تداي معها غير بالخير، غير بالخير. وكان انا من كل قلبي كنتو مع عائلة تانية، كنتمنى لكم يا ربي تسهل عليكم وترزقكم الاروع والاحسن. وحاجة واحدة، اي حلم كان عندكم ما تقولوش مستحيل، حتى شي حاجة ما مستحيلة صراحة. غير باش المهم البنات اللي غيتفر، انا الحمد لله بفضل الله عز وجل وفضل اكيد الزوج الكريم خليت البنات الطوموبيل اللي كنت من البكالوريا كنقول لهم انا غناخد الفا روميو جولييتا، والحمد لله يسر فيها. غير باش تكونوا واضحين، انا ملي وليت جود راه كنت كنسوق ولكن كان ديك الساعه مانويل. ايوا صافي، ما يجيبني شافني دار بغي مع بوطا فيتاس، صافي لاشيت سوقان، دابا خديت اوتوماتيك ويا ربي تيسر ودخل عليا غير بالخير. البنات سكتها البارح وحق الله مع اوتوماتيك ما مولفاش عليها بلا سر، دخلت بواحد الفرنسيك كنت اختكم غتمشي فيها. عافاكم، دعيو معايا غير بالخير، غير مكاتب الخير. وصراحه واحد الفرحه، واحد الفرحه ملي كيكون واحد الحلم انت بالنسبه لك غير حلم كيولي حقيقه، والله حتى فرحه كبيره 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 كبيره. الحمد لله والشكر. مهدي الحمد لله. الحمد لله. يا عنده شي حلم خصو ديما يبقى متشبت فيه. تشبتوا بالحلم ديالكم البنات والله. وباش نكون معكم صريحه، انا واحد الانسانه ما كنسعاش على قبل الكماليات، ومني كيوليو عندكم وليدات قسما بالله ما كتوليو تفكروا في الكماليات، كنفكروا في الاولويات، في مصلحه وليداتنا. راكم عارفين يعني انا بوغ ما طوموبيل كماليات، كان في امكاني ندير شحال هادي باش نكون معكم صريحه، وكان سبقنا بزاف ديال الحوايج. ولكن الحمد لله مني ولاو عندي جوج وليدات وليت كنحس حتى هي راهم حاليا راها من الضروريات. وباش نكون معكم صريحه، في امكاننا انا ومادي زعما انا مادي عندي طوموبيل، هادي راه طوموبيله ديالي، وفي امكانه زعما ياخذ لي زعما ما احسن، ولكن انا بغيت شي طوموبيل اللي غنحرك فيه يدي، حيت حاليا راه سوقان ما نقولش لكم وحق الله يا ربي. علاش انا راه فرحانه وامام طوم مخلوعه، وعادي يعني اي وحده في الاول ديال السوقان كتكون مخلوعه. الله ييسر يا ربي. وهذه المفاجاه هي اللي بغيت نشارك معكم. الحمد لله بفضل الله عز وجل، فضل الزوج الكريم يسر لي ربي في هذا الطوموبيل اللي كانت الحلم ديالي من البكالوريا البنات، والله العظيم الحمد لله والشكر. وصافي، خرجنا اليوم بدلنا الجو، ودابا غادي نمشيو نلعبوا البولينغ ونهزلوا وليدات ونرجعوا للدار، ونبداو اسبوع موفق ان شاء الله بحول الله. بزاف كيقول لي علاش ما دخلتيش لاصال، علاش ما درتيش ريجيم، علاش وعلاش وعلاش علاش، حيت الطوموبيل ما كانتش. ما يمكنش انا غنمشي لاصال، انا من واحد النوع اللي ما كنمشيش على رجلي نهائيا، هذا هو العقل اللي عندي في حياتي، هو انني ما كنمشيش على رجلي.
وهادشي من صغري مني كنت كنقرا وانا خاصني نمشي مع الدريات مشيت بغيت نخرج غير جو طريقه سريه نمشي مع ماما هذا هو المشكل اللي كان عندي في حياتي هو انني خاصني نخرج مع شي حد وهادشي اللي كاين الله يسهل الامور الله يسهل عليكم كاملين الله يعطيكم ما نويتو في خاطركم وبفضل وباذن الله اللي جاي احلى الله يسهل عليكم واجي نكملوا نهارنا ودابا يا اختي كيف ما قلت لكم جينا الميغا مول بغينا يا اختي نديفو لو شويه وقررنا اننا نلعبوا البولينغ ولكن قبل كان مسيو موعدني انه ياخذ لي صراحه بارفان ودابا قد بها جيت البنات سكريت بوتي غادي تشوفوا البارفان اللي خديت صراحه رائعه واعره البنات نوفيل كوليكسيون كاينين منها خارج نفس سميه وكلشي ولكن هذه الكوليكسيون ديالها الاخرى دخلنا سي اليوم باليه صراحه حتى شي حاجه ايوا هنايا دخلنا المسيو حتى هو صراحه خدا بارفان زوينه ولكن انا خديت الاحسن غادي تشوفوا معايا شنو خديت في البارفان في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله مهم كانوا دايرين كان الاخر ديال البرومو كانوا دايرين -20% البنات كانوا لو شوا في البارفان ماي واي سي كاع بارفان اللي بغيتو كاينين سوف بيان سور بارفان دو نيش و كيلكو بارفون ما كاينينش المهم زوينه كتاخذوا ريحه اوريجينال هادو تيغ دي غمي ساقلت ولي كنت خديت المهدي في لانيفيرسير ديالو كتعجبني بزاف واكيد اكيد اختي غنشارك معاك بارفون اللي خديت شوفوا حاولوا ترجعوا لي يامات تخرجي انت وراجلك رجعوا يامات ديال يا مراهقه يامات ديال الخطوبه يامات تلعبوا البولينغ تمشيو هكا ما عرفتش المهم شي ديزاكتيفيتي ماشي غير قهوه صافي ورجع للدار لا فرغوا الطاقه ديالكم داك العصب داك الطاقه حاولوا تفرغوها كامله ودابا اختي كيف ما قلت لك جينا نلعبوا البولينغ شنو دابا في النظر ديالكم شكون غيكون ربح انا ولا مهدي خدينا هكا حنا مقاطعون اختي خدينا اختي العصير ما خديناش مناضه وداك الشيء وراكم عارفين انا داير الريجيم ولكن من نهار الحد كندير الفري صافي اختي جينا اختي جا بقينا كنتسناو شي 20 دقيقه عاد جات النوبه ديالنا وعلى بركه الله اختي البنات كنت باغي نوريكم البارفان اللي خديت في المول ولكن ما كتبش حيت طفى ليا التليفون دابا جيت للدار البارفان دامار ما خليت البنات ما شميت واعره هذه راه نوفيل كوليكسيون جديده ديال جيفانشي لانتيردي هذه راه نوفيل كوليكسيون البنات ماشي القدامات واعره 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 جيت في اخر نهار ديال البرومو خداها ليا المسيو بغيت نقول ليه شكرا شكرا ليك من هنا بقات ب 960 كلو 1000 درهم جيت في اخر نهار ديال لي برومو واعره 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 كتصطي كتحمق وديال هاد لا سيزون البنات ديال هاد لا سيزون كنتو كتفكروا انكم تشريو ريحه خذوا هادي خطيره